لا غادي نبنيو عليكم مجتمع كامل من اتل زيد. اش غادي ناكلو؟ اش غادي نشربو؟ كيفاش غادي نتزوجو؟ كيفاش غادي نطلقو؟ كيفاش غادي نخراو؟ كيفاش غادي نبولو؟ كل شيء جبناه من عند هذوك الناس كنشوفوها يوميا. الو الفقيه اش بغيتي؟ انا كنخرا. واش خصني نخرا بحالك ولا ماشي بحالك؟ تسناي انا غادي نمشي نخلي نقلب الخرا اللي خلاو لنا قريش نشوفو ويقولوا لنا كيفاش غادي نخراو. ماشي قلنا اجي نشوفو الموروث الانساني، اجي نطلعوا من عند البابليون نشوفو كيفاش هاد الناس كانوا كيديروا هاد الشيء باش كيبنيو. فاش كتمشي لاوروبا كتقول لهم منين جاتكم هاد الفكره؟ تيقول لك يا اما من عند فولتير، يا اما من عند ديكارت، يا اما من عند مونتيسكيو، يا اما كتمشي عند افلاطون، يا اما كتمشي عند بيتاغور، يا اما كتمشي كتجي عند هادوك. اشنا هو هذا؟ الانسانيه. اشنا هي 8000 سنه ديال التاريخ؟ اوكي، هذا تراكم إنساني هو اللي وصلنا ليه دابا. تراكم إنساني. كتسول المسلم كيفاش علاش كتبني الحياة ديالك داكشي؟ شي ميخيات، شي ولاد القحاب. قال صلى الله عليه وسلم والرسول قال، أبو بكر كان كيخرا ودخل فيها سعد بن أبي وقاص. شكون هما هادو؟ شماكرية، حتالة الإنسانية. بنادم يعيشون على الغزو، ما بناو الرب تاع دينهم تاع حيطوا ديك الكعبة، والله ما مكعبة الإخوان. ياك شتي الكعبة، ياك شتي شنا هو المكعب؟ المكعب خصك اون ميزور، اي حاجه تشدها اون ميزور كتعرف غير اش هو المكعب، هو الكاري. كتشدو كتشد واحد كتحط حداه الاخر، كيفرض عليك تحط حداه الثالث، كيفرض عليك تحط حداه الرابع، كتلصقهم كتعطيك مكعب. هاد الناس ما وصلوش للمستوى انه يبنيو مكعب. امتى فاش الناس بناو السور العظيم، سور الصين العظيم كيقولوا لي العظيم. فاش كتقول سور الصين الا ما زدتيش عليه العظيم كتجي بحال كتهضر على شي حاجه اخرى. خصك تقول ليه العظيم. علاش؟ حيت فيه اكثر من 22000 كيلومتر، يعني القطر ديال الكره الارضيه كبر من واش كتخيلوا صاحبي ولا ما كتخيلش؟ ان حيط بنوه الناس فيه ديامتر ديال الكره الارضيه، طول ديالو قد الديامتر ديال الكره الارضيه. هذا الشيء امتى؟ 1000 سنه. يعني الناس كلاو وشربوا وتمتعوا وبنوا الديور ديالهم وبنوا المجتمع ديالهم. والفائض كتمشي عند اليونان نفس الشيء، بنادم نحت ليك بنادم من فاكين من الرخام الابيض، نحتو بلي مشكل ديالو بالعروق ديالو كل شيء نحتو. كتمشي عند الرومان نفس الشيء، كتمشي عند الفراعنه الراس ديالك كيضرك. كيجيو شي شماكريه اغلى المتمنيات ديالو هو ياكل، يا اما يشرب شي ماء غير آسن او لا شي فاكهه دانيه قطافها او لا عينان نضختان. باقي دين امك يضارب داكشي اللي عندك انت وخريت عليه وقلبك عافو، هو كيتسنى باش يشوفو في الجنه. علاش كنهضروا هنا؟ كنهضروا على الخرا الوسخ اللي بنينا عليه المجتمع كامل، المجتمع كامل بالفكر ديالو بالاحساسات ديالو بالاهداف ديالو بالحلم ديالو، كل شيء بنينا على هذا الوسخ ديال قريش. وكتجي تسولني تقول لي وعلاش حنا ناس متخلفين؟ متخلف حيت الثقافة ديالك ماشي متخلفة. متخلف هو واحد الإنسان بدائي اللي كيعيش غابة الأمازون عامرة بالفراخ، عامرة بالحشرات، عامرة بالحيوانات، عامرة بالحيتان، المدينة مو كيتدفق. هذاك الإنسان كنسميه واحد الإنسان بدائي. كون خدينا الثقافة ديالنا من عند هادوك الناس اللي كاينين في الأمازون كنا غادي نكونوا على أحسن حال من خليناه من شي حاجة اللي بيلو دون البدائية. عرفتي شنا هي دون البدائية؟ هي قريش. هي فاش كتمشي عند شي ناس لا ما لا حشرات لا حيوانات لا طيور، حتى فين بغيتي تجيب الحياة وأنت الحياة عندك منعدمة، فاقد الشيء لا يعطيه. أنت الحياة عندك منعدمة وبغيتي تعطي الحياة للمغاربة والجزائريين والتوانسة والسوارة كيفاش أنت غتعطيهم الحياة وأنت ما كتعرفش أصلا أنت لا معنى لك الحياة؟ أنت عندك الموت أغلى الهدف ديالك من الحياة هو الموت، وبغيتي تعلم الناس القيم الأخلاقية اللي يستعملوها باش يعيشوا الحياة. فهمتوا الإخوان؟
إذا هذا اللي الله، شوف الله راه ما غاديش يقلب لي دافع عليه. علاش؟ حيت الفكرة، علاش أنت غدافع عليه في حد ذاتها تافهة؟ أنت غدافع عليه باش يأمنوا به الله، أمنوا باش الناس يأمنوا به. واش هذه فكرة تبني عليها سيناريو تبيع عليها الجنة والنار؟ عيقوا الإخوان. الفكرة الإيمان بالله، الإيمان بالله جبني عليها جهنم وبني عليها الجنة، ومع سيطنا آلاف ديال الرسول باش يهديونا باش نأمنوا به. واش هذا الإله ولا تهو ناقص لهالدرجة هذه؟ قل لهذا المستوى هذا أن الفكرة أصلا عنده تافهة. أش غادي يزيدوا أنت ربك باش تجي تدافع عليه؟ أش غادي يزيدوا أنت هذا الإيمان ديالك؟ أش غادي يزيدوا هذا الإيمان ديالك؟ ولا خصك تأمن؟ لا، ما خصيش نأمن به. تمام، سؤولش تأمن به. علاش غادي تجي تدافع عليه؟ علاش أنت فاش كتقلب الإسلام كتقول هذا الإله إلا ما آمنوش به راه غادي يموت؟ بحال شي واحد شاده دين مو الموت كيلحق شاده الموت، إلا ما آمنتيش به غادي يموت. إن الله يغفر الذنوب كلها إلا أن يكفر به. والدفاق واش انت بنادم إلا كفر بيك صافي كتمرض كتزعزع كتحرك كيفاش؟ لحقاش هاد الفكرة ما فكرناش فيها، نزلنا وحنا كاع الإيمان هداكشي كله دخلينا للدماغ قبل ما نعرفو كيفاش نقطعو الشانطي. دخلوا لنا هاد الفكرة ديال الإيمان. أشنو هو الإيمان؟ الإيمان بالنسبة ليك هو شي حاجة واعرة، حيت أنت ميخي غادي تجي تعيش 80 عام في الكرة الأرضية، والعمر ديال هاد الوجود 14 مليار سنة، وأنت ميخي ما كتعرف والو أصلا، بحال جيتي بحال ما جيتيش، زيت ناقص بليز أوموا. ما وليتي أنت غادي تخلق واحد الإله، خلقت واحد استراتيجية بأن واحد الإله إلا ما آمنتيش به باني جهنم. هذه فكرة أصلا كون قالوها لك أنت في عمرك 18 عام غتقول لهم هادشي كله خراج، شي كله كذوب، ولكن دخلوها لك المخك قبل ما توصل عندك 8 سنين، دخلت لك المخك بأن خصك تآمن به وخصك تعبده. بحال هذاك التكواز ديالك كيخلق واحد لافورس اكستراوردينير في لونيفير، واحد لينيرجي باقي الله ما خلقهاش، كتخلق فاش كتمشي أنت تكوز وكتعاود ليه شي هضرة أصلا هو اللي قالها لك. يعني ان هذا الكونسيبت ديال الدين كله هذا اللي كتب السيناريو ديال الدين، ولذا المونتاج وحتى الكاميرامان حتى مول الكاميرا تا هو كل شيء مستوى كيف ما كيقول جورج كارلين، تيقول لك ما كيوصلش للمستوى ديال السكرتاري ديال اون سيكريتير. هادي غادي يعرفها غلورياك. سيناريو لذا الاله ضعيف، سيناريو لا يعتبر. غادي نبني واحد جنة وغادي نبني النار، واش غادي ندير؟ وغنشد جنة وغندير فيها جميع انواع العذاب، وغادي نشد الجهنم غندير فيها جميع انواع، وغندير الجنة وغادي ندير فيها اللبن والعسل والعنب وداكشي، وغادي نجيب واحد الانسان وغادي نبقى نتسنى واش هذا الانسان غادي يامن بيا ولا ما غاديش يامن بيا. الا ما امنش بيا غادي ندخلو لجهنم، وباش يامن بيا خصني نخلعو بجهنم ونقول ليه اش فيها. علاش؟ حيت النمط ديال العيش ديالو انفولفز لو ريسك ديال الموت. اذا هنا كتبنا ثقافه الموت. داكشي علاش الاسلام ما جاش قالها من فراغ او لا صدفه او لا بعشوائيه، قال لك بان اعظم حاجه في هذا الوجود هي الموت، انك تمشي تقتل راسك. راه ما جاتش من فراغ، راه البيئة كتقول لك خصك تعيش ثقافة الموت، حيت النمط ديال العيش ديالك فيه لو ريسك انبدد فيه إيمينانت أنك تقدر تموت. وهذا هو الخطأ ديالنا، جبنا ثقافة ديال الموت ولكن بغينا نعيش بها المناقض للموت، بغينا نعيش بها الحياة. يعني مبادئ مبنية أساساً، الأساس ديالها هو الموت.
راه ما جاش الله قال لك خصك تضحي براسك من فراغ، راه البيئه هي اللي قالت لك خص الموت تكون هي ثقافه ديال الموت، وهذاك الشيء علاش حنا عندنا ثقافه ديال الموت. فاش كتقول لواحد الانسان انك الا قتلتي بحال هذاك الميخي ديال حسن نصر الله صيفط ولدو يموت، صيفط ولدو جندو لصق ليه دوك المدغلات ولا ما عرفش تسميهم، لصقهم فيه وقال لولدو سير انتحر موت. وداك الشيء علاش الفلسطينيين كيولدوا عرام ديال الاولاد، كيولدوا الاولاد باش يموتوا في سبيل ماذا؟ في سبيل واحد الفكر للموت عندهم اغلى من الحياه، حيت كيعيشوه يوميا. انت براسك الا حطيتك في هذاك الواقع وقلت لك النمط ديال العيش ديالك هو انك غتمشي تهجم على عباد الله، اذا انت غادي تعيش الموت. خلي حتى البيئه الثقافه ديالك بسبب البيئه، حيت البيئه حتى هي ما عطاتك والو، انت معرض للتلف، انت معرض للموت، انت معرض للعدم. علاش؟ حيت كتعيش في واحد الواقع is not suitable للانسان. الانسان ما كيعيش بعيد على الماء. جرب انت شد القيطون ديالك وسير شي بلاصه ما فيهاش الماء وشوف واش غادي تقدر تبقى تعيش في هذيك البلاصه. ما كاين حتى شي حضاره تبنات في هذه الكره الارضيه وما كاينش الماء. فاش كنبغيو نقلبوا على الحياه في شي كوكب اخر، علاش كنقلبوا؟ كنقلبوا على الماء، حيت الماء هو المرادف. ما عرفتش شنو هو المرادف، سينونيم ديال الحياه هو الماء. سينونيم الحياه كتعني الماء. الا لقيتي الماء اذا كاينه حياه. الناس مضاربين كيقلبوا شي كوكب فيه الماء يعني فيه الحياه. انت يا كتعيش في واحد المنطقه ما فيهاش الماء اوتوماتيكمون انت ما كتعرفش شنو هو المعنى ديال الحياه. وهذا الشيء اللي وقع لينا احنا في هذا الخرا. علاش كنغوتو؟ التليفون ديالي مشقوق وانا مريق فيه مزيان، شويه غيبدا يبان ليا بدا كيخسر وبدا كي اوكي. علاش كنقولوا هادشي؟ حيت راه ما يمكنش لنا نزيدو، دوزنا في ربو اكثر من 45 جينيراسيون وحنا مرقدين وكراري وبهاد الخرا ديال قريش. خص واحد لا جينيراسيون تقول كافا الخرا جينيراسيون، ما كاين مشكل. جوج ثلاثه اربعه 30 35 45 بحال شي حاجه ديال ما خصنا ليها حنا اينشتاين باش يفهمنا بان شي وسخ كان كيعيش في الصحراء بهذه الطريقه حيت مقوده عليهم. انا ما عرفتش علاش ما خرجوش من الجزيره العربيه. خرج من الجزيره العربيه جي لعند الامازيغ، طلع لجبال الاطلس. حتى واحد ما غادي يسولك علاش مريح انت ساكن حدا الواد. هذيك الوقت ما كان عندهم لا حدود لا باسبور لا والو، فين ما بغيتي تمشي كتبني البراكه ديالك في شي قنت وكتعيش حدا الماء واكل شارب. علاش انت بقيتي في الصحراء؟ علاش انت ما خرجتيش من هذيك الجزيره؟ ولكن باش تخرج الجزيره العربيه راه صعيبه، سيتي الا كنتي الوسط. انت غادي بحال بغيتي تمشي من مكه للمدينه، من مكه للمدينه راه 400 اكثر من 400 كيلومتر. ضرب انت 400 كيلومتر، حنا كنشوفوهم تيجيو في هذاك ديال داكار، بنادم كيبقى غادي بالموطور ديالو كيتلف ديال في الصحراء كيموت بالعطش. عاد غتدخلو انت للجزيرة العربية وتقول ليه سي خذ لو ريسك باش تمشي لشي بلاصة طلع البلاد الرافدين ولا دوز حدا النيل ولا الطاليان. ما عند ما كيضمنش بأنه هذاك الماء اللي شاربو غادي يكمل ليه واحد 10 ولا 20 كيلومتر، وبقى دينمو حاصل تما، بقى حاصل تما ما قدرش يبني ثقافة. باش تبني دينمك ثقافة خصك تشبع ماء وتشبع خبز. اوكي، ما يمكنش تبني ثقافة وانت جيعان. داكشي علاش كنديو الدراري الصغار ديالنا كندوهم يقراو كنعمروا لهم الكرش ديالهم، باش الا مشى للقيسه ما يبقاش يفكر في مصارنو كيدور. الا فكر في مصارنو العقل ديالو غادي يمشي مع مصارنو، حيت البقاء ديالو كيعتمد على الانرجي اللي فيه، كيعتمد على الماكله ديالو. اذا الماكله غادي تكون اللي غتعطيها الاولويه. ما يمكنش تبني لي الصوصيل العظيم. باش تبني الصوصيل العظيم خص بنادم يكون واكل وشارب. اصلا باش تطيح لك الفكره بانك غتبني صور على قاره خصك تكون فائض فائض فائض، كليتي وشربتي وعندك المخزون ديال 5 سنين وعندك الثروات موجوده، عاد كتبني ثقافه.
داكشي علاش فاش جاو في الصحراء ما قدروش يبنوا ثقافه، قالوا لنا وكيفاش غنقولوا لهاد الناس بنينا ثقافه؟ باش غنقول لهم بنينا ثقافه بالخرا؟ حنا الماكله والشراب باقي ما شبعناش في كروشنا، ولينا غادي نبنيو ثقافه، نبنيو الحيوط ونبنيو السور ونبنيو البيبان ونبنيو الشراجم وندخلوا العلوم الطب وندخلوا الفيزياء وندخلوا لانجينيوري، منين غندخلوا حنا قاتل دين من الجوع؟ احنا اش درنا؟ مشينا عند شي ناس ما عندهمش ثقافه، باقي في البيجينين ديال البيجينين ديال البيجينين ديال البرودكسيون ديال واحد لا كولتور، باقي ما بداوش، باقي في البدايات، باقي تاساس ما كاينش. وخدينا الفكره ديالهم وشدينا، بغينا نسيروا به 40 مليون في المغرب و45 في الجزائر وما عرف واحد 15 مليون في تونس وزيد عليها واحد 25 في ليبيا وواحد 100 مليون في مصر. علاش؟ على واحد الفكر مستخ اشق علينا. ها انت كتشوف لي كتوقع لينا، باقي حنا مخارين مع الماكله والشراب وباقي وساكنين في الزك ديال اوروبا، في الزك ديال اوروبا، والو ما أثروش علينا هادوك الناس. علاش؟ حيت هذا كيعبر على المستوى ديال 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 التخلف الثقافة اللي تبنيناها. يعني واخا شدينا داك الدين وحيدنا منه داك الوسخ اللي فيه ودوك الغزوات والخرا وداك ملك اليمين وكل شيء، لحقاش البوتونسي ديال هذيك الثقافة، البوتونسي ديال التخلف والبدائية والوحشية اللي فيه كبيرة بزاف. إلا خديتي غير شوية منها حطيتيه في الثقافة كيأثر على الثقافة كلها نيجاتيفمون. علاش؟ حيت فكر لا يعتبر. راه ما كتمشيش تقتل واحد الانسان، راه ما كتمشيش تسرق واحد الانسان، راه ما كتمشيش تفرض على واحد الانسان انا كنفكر بحال هكا، انت خصك تكون كتفكر بحالي، بحال هادشي اللي دار لنا داك الميخي ديال محمد. لا انا ما عجبنيش الطريقه اللي كتهضر بها، اذا انت خصك تغير الطريقه ديال اللي كتهضر بها. واخا كاينين اكثر من 100 واحد في الروم، خصك تتبع الفكره ديالي انا، انا هو المعيار. علاش؟ حيت هذه هي الثقافة. الثقافة جاية بالسيف. اش كيعني السيف؟ اش كيعني انت جاي باغي تنشر واحد الفكر وجايب معك السيف؟ كتعني الفكر ديالك دازن فاكين مارة، ما عنده حتى شي قيمة حيت هذا السيف في يدك. هذا تعبير على ان دين ضعيف، دين ما قدرش يوصل بالسلم. عندك واحد الحاجة، فكر عنده علاقة بالعقل، أوكي، العقل عنده علاقة بالمنطق، المنطق عنده علاقة بالمصلحة. فاش كتجيب واحد الفكرة كتستعمل حاسة وحدة، حاسة النطق هي اللي كتستعمل، ما كتجيب السيف. تجيب سيف حيت كتعرف هذاك الفكرة ديالك ما مقبولش، ما غاديش يبغيوه الناس. وجبتي السيف حيت عرفتي بان كاينين ولاد القحاب عندك في المجتمع ديالك كيعجبهم السيف، كيعجبهم يغزيو حيت ما خصهم يستعملوه بالهلا يطريه ليهم بالزمنهم، خصهم يستعملوه حيت الا ما استعملوه السيف ما غاديش يعيشوا، غادي يموتوا. اوكي، اذا ما يمكنش ان نتبناو هذا الفكر، ما يمكنش نمشيو نلبسوا ولادنا ونلبسوا ازواجنا نلبسوهم هذا الفكر. راه الكابيتال ديال الانسان هو الفكر ديالو، الا خريتي عليه خريتي عليه كامل، عليه كله، بالانسانيه ديالو، بالثقافه ديالو، بالوجود ديالو كتخرى عليه. علاش؟ حيت خريتي ليه في الفكر ديالو. فاش كتجيب واحد الانسان تيقول لي وانت علاش هنايا؟ تيقول لك انا هنا في هذا الوجود باش نعبد الله. كتقول لي اذا انت خريتي على الانسانيه، تجي غتعبد الله، انت دين امك التكواز ديالك هو اللي غادي يخلق واحد القوة اكسترا اوردينيغ، واحد لينيرجي انكرويابل غادي تحرك بها الوجود. الله ما خلقكش هنا باش تعبدو، إلا كنتي انت غتعبدو راه عنده ملايير ديال الكواكب كدور، لينيفير كله كيتحرك، كله كيدور، علاش غادي يحتاجك انتايا؟ ولكن المشكل ماشي في الدين، المشكل في فهم اشنا هو الدين. الدين ماشي الله داخل معاك في الفورميلا تا هو مخاري معاك وخصك تنوض هذا الوقت، وانا راه ما كيعجبنيش الحلوف، ما كيعجبونيش الشلاغم. الدين انت اللي اختاريتيه، انت اللي خلقتيه، انت اللي خلقتي هذا الاله. الدين ماشي شي حاجه لله،
ما كاين حتى شي منطق كيقول لك بان الله خلق الدين نان، وكاين والمنطق كله كاين في الانسان، هو اللي خلق هذا الاله، هو اللي خلق الدين. إذن عندنا جوج ديال المشاكل. مفهوم الثقافة، الله ما كيبنيش ثقافات، ماشي خدمة ديال الله. شتا دين أمك عليك الدم، تقدرش تبني ثقافة، تقدرش تتزوج. أوكي، كوكان الله غادي يبنيك ثقافة كون قال لك ما تقربش للحنش. إلا شتي واحد العقرب عندها بحال هكا وهكا ما تقربش ليها، شكون علمك أنت بأن الحنش يقدر يقتلك؟ أوكي، الله ما كيبنيش ثقافة، هذا هو المشكل عند هاد الناس هادو. يعني ان داك الحجم ديال الاله ديال قريش داو ليه واحد ليكستربولاسيون، ولا هو داك الحجم ديال الوجود. بحال دابا هما كانوا كيهضروا على واحد الميخي عنده حجر اسود تمايا، اوكي، وما عندوش حتى ديك القدره باش يشد هذيك الحجره ويدير لها عينين، حيت باش يدير لها عينين وفم خص يدير مو ياكل، خصو ياكل مزيان، خصو يشرب مزيان. ما يمكنش تكون قباس ولا تكون كدير الفايونس ولا وتكون جيعان. فاش كتجوع كتحط العده ديالك في الارض وكتمشي تقلب تشرب وكترجع، ما يمكنش تكمل الخدمه. الشعب دينا ما كيداير وبحال كتخور فيه، عرفتي ديك ديال كتخور وتغرق، فهمتي؟ حتى كينقز بنادم بحال كتخور فيه. وانت خلينا في هذا القلاوه ولا تنقذ. كنت طلعت انا كنقول لك وصلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، كون راه دين امك دليتي اسيدي. انا كنهضر على قريش، عايقول لي هاد قريش واش ولاد خالو، واش ولاد عمو، واش مناسب معاهم، واش كاري من عندهم الدار، واش كيهزوا عليه القفه. انا بغيت نعرف هاد قريش مال دين ربكم، اش داروا لكم، واش وكلوكم شي حاجه، شربوا لكم في الماء ولا فاش؟ توليتوا قريش هي عينيكم، بلادكم كتخرى كتكوزوا ليها وتعطوا وجوهكم للسعوديه ولا القحاب. تهضر معاه في اي مجال انسان طبيعي زوين، الفكر ديالو متناسق، المنطق ديالو زوين، غير كتدخل ليه الاسلام وكتشد هذاك بحال كتشد المخ ديالو كتحيدو كتخرى ليه في بلاصه المخ، كتقول ليه هضر تكلم، كيكون معك زوين في الجميع. اذا هنايا خص تكون شي ديفيرونس في الخطاب. راه ما يمكنش تهضر مع واحد على التقليه ونفس المنطق تستعملوا معاه على ابو بكر ولا على عائشه ولا على الله ولا على جبريل ولا نو. فاش كتدخل لهذاك الميدان الدماغ ديالو، واحد البورسيون من الدماغ ديالك كتنشف، ما كيبقاش يدور في دين مال اكسجين، صافي كتموت، ما كيبقاش يخمم، هو كيعود حمار بمعنى الكلمه. اوكي، كتهضر معاك تقول لي ودي هادشي راه في القران ديالك، ها التفاسير ديالي، اللي ما عجبك التفاسير جبد من التفسير ديالك عطيني، تيقول لك لا راه ما يمكنش. اذا هنايا اش كتعني؟ كتعني بان فاش كتهضر على الدين هذاك المنطق اللي كتستعمله كله في جميع مجالات الحياه كتشدو كتحطو على جانب. اوكي، ماشي كتحطو على جانب اولا كتشدو كتغيرو شويه. علاش؟ حيت كتعامل مع الدين. اشنو هو الدين؟ شي حاجه مقدسه، شي حاجه اللي فاش كان الدماغ ديالك خاوي دخل ليه الدين. اذا انت ولا الدماغ ديالك اللي كتستعملو باش تفكر به فيه الدين، اذا انت اوتوماتيكمون غادي تكون عندك واحد لانكليناسيون، انك غتكون فيك واحد التحيز انك كتمشي كتستعمل الدين باش تجوجي الدين. بحال شي مره الا قلتي ليها واش ولدك شفار، كتقول لك ابدا ولدي ماشي شفار، ولدي ما كيحركش الدجاجه على بيضها. علاش؟ حيت هذيك هي العلاقه اللي عند الانسان مع الدين. ملي تزاد الدماغ ديالو خاوي كيشوف بوه كيعبد محمد، امه كتعبد محمد، وخوالو وعمامو، صافي اوتوماتيكمون خصو يعيش الحياه ديالو كلها كيسيبوتي وكيدافع على واحد الحاجه اللي اصلا ما عندوش يد فيها نهائيا. حتى شي انبوت ما عنده في هذه المساله ديال الدين. اذا فاش كنهضروا على الدين ما خصناش نبقاو نتزكوا مع بنادم. انا شخصيا هذا هو الاسلوب ديالي، كتهضر مع الدين خصك تصدع ربو، خصك تصدع ربو باش يحرك الدماغ ديالو باش يبدا يهضر معاك. الا بقيتي كتهضر معاه انا ولعل وقال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح وداك الشيء، الله هو بحال كتكفت ليه بعقله، فهمتي؟ بحال كتعطي شي خمسه لعقله، هو الله كيرتاح فاش كيبدا يسمع عن ابي بكر وتفسير هذه الايه، هو الله كيرتاح وكيعجبو داك الشيء، حيت هو متعود. دابا فاش كيسمع هادشي كتزاد عنده التوتيستيرون في الدماغ ديالو، كيفرح، كاينه واحد النشوه، كاينه واحد السوليسيون شيميك اللي كتولي عنده في الدماغ ديالو. داك الشيء علاش انا كنتجنب
طريقة الحديث ومحتوى الحوار. كنهضرش معاك انا بالحديث، فك الحديث فك القرآن. انا غير الا رجعتي للطبيعة ديالك كإنسان غادي تكتشف، غير ترجع للطبيعة ديالك كإنسان غادي تكتشف بأن الدين كله مضيعة ديال الوقت إلا ما كانش مضر لحياة الإنسان. اوكي، هو هذه هي الفكرة. رجعوا للطبيعة ديالو. أشنا هي الطبيعة ديالو؟ قبل ما كتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كان واحد الملتيتود ديال الأسئلة اللي خصك تجاوب عليهم. وجود الله، وشكون الرسول، وشنا هو الإيمان، وشنا هي العبادة، وشنا هي العبادة بالنسبة للإله، واش محتاج هو العبادة، واش الإنسان كي محتاج العبادة، أشنا هي الثقافة، كيفاش كتبنى الثقافة، أشنا هو الدين، واش هو فرع من الثقافة أو لا الثقافة فرع من الدين. هذا الشيء كله خصك ترجع ليه ما الأول باش الله يفهم قبل ما يوصل لهذاك المستوى باش يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني كاين واحد ميسين لينك، ما كايناش، كاين واحد الحاجه اللي في التفكير ديالنا تخطيناها. بحال انت بغيتي تطلع للدرج وضربتي 5 درجات وبديتي طرتي 5 درجات، وانت ما تقدرش تطير 5 درجات، كتقدر دير غير درجه بدرجه. اذا هنايا ما محتاجش الحديث، ما محتاجش القران، ما محتاجش محمد، ما محتاج حتى شي حاجه. حاجه وحده اللي محتاج ليها هو ترجع لطبيعتك كانسان. فاش كتكون انت انسان وكتستعمل مبادئ قريشيه، فاش انت كترجع النيجاتيف ديال الانسان، باقي ما كتوصلش لمستوى انسان. فاش بدا الانسان كيبدي المجتمع ديالو، اول حاجه دارها قوانين ضد الجريمه. اوكي، بغيتي تبني مجتمع، ما يمكنش اول خطوه كديرها هي كدير قانون، ان خص يكون عندك الامان، ومن بعد القانون كتبني سور وكدير عليه باب. هادشي كيقولوا التاريخ ماشي انا. اوكي، اذا هنا الفكره ماشي تقول لي قال الله ولا قال الرسول ولا تدخل ليه الاسلام لداخل، حيت حنا ما عرفناش شنو هي الانسانيه. فاش كتزاد والعقل ديالك خاوي وكيدخلوا قريش للعقل ديالك، اش كيديروا قريش؟ القريش هو السبستيتيوت ديال الانسانيه اللي فيك. هادشي اللي كيقول لنا الاسلام. الاسلام تيقول لنا شتي هذيك الانسانيه ديالكم راه ما غاديش تستعملوها، خصك تستعملوا الفكر القريشي، هو اللي غادي يعبر لكم على الانسانيه ديالكم، يعطيك لا ديفينيسيون ديال الانسانيه. وهادشي اللي اش دار الاسلام؟ الاسلام جا قال لك كاع داكشي اللي داز من قبلي خصك تلغيه. الغنيونان، الرومان، البيزنطيين، البابليون، الاشريون، الاكاديون، الفراعنه، كل شيء داك الشيء خصك تلغيه. انا هو البدايه وانا هو النهايه، هذا هو الاسلام. حطك في واحد القوقعه، فهمتي؟ جا قال لك بغيتي الحياه، انا غنعطيك لا ديفينيسيون، انت ما تبحثش، انت ما تقلبش، انت داك المخ ديالك ما عندنا ما نديرو به، داك الانتيليجنس ديالك وداك البعد الحلم ديالك وداك الشيء ما عندنا ما نديرو به. عندنا شي ناس شماتيه كيعيشوا في الصحراء، هما اللي كيقولوا لنا كل شيء داك الشيء اللي عندنا بغيناه في الحياه. والدليل على ذلك الا سولتي اي واحد مسلم قلتي ليه علاش انت في هذا الوجود، تيقول لك انا جاي باش نعبد الله. صافي، اشنا هي جاي تعبد الله؟ خطا، انت ما جايش باش تعبد الله، انت فقير ميخي، اش غايدير الله بالعباده ديالك؟ اذا انا من دوك كنستعمل هذا الاسلوب، كنعرف بان اسلوب خدم وخدم معايا انا شخصيا. كيفاش خرج من الاسلام؟ بهذا الاسلوب. ما جاش شي واحد كيتزكك عليا وكيقال لي الحديث ومصدعني صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العظيم سبحانه هو. ما جا، فهمتي؟ ماشي بهذه الطريقه. جا بنادم كيخرع عليا تيقول لي انت يا عبد كل عاد فقت، اما كون بقاو كيراريو بيا كرات انا كنجيبو، كرات انايا مريح كنسمع الحديث كندوز منه، وهذا هو المشكل. اذا اللي بغى يسمع الخطاب ديال الدين خص الخطاب يكون قاصح، راه ما كتعاملش مع انسان طبيعي. انسان تيقول لك انا غادي نقتلك حيت ما كتامنش بحالي، هذا ماشي انسان طبيعي، هذا انسان مريض. يو فاكين سيك. الا كتقول لي انت عندك اون بوسيبيليتي
انك غادي تقتلني حيت انا ما كنفكرش بحالك، اذا انت مريض، اذا ما يمكنش غادي نستعمل معك نفس الخطاب اللي كنستعمل مع الانسان الطبيعي، خصني نبدل الخطاب ديالي باش يوصل ليك. هذاك الخطاب اللي كنستعملوه في الحياه، مجالات الحياه الاخرى، هذاك خطاب طبيعي كيدوز الانسان طبيعي. كتقول لي واحد زائد واحد تقول لك يساوي جوج، كتجي عند المسلم كتقول لك واحد زائد واحد تقول اختلف العلماء، كتقول اذا يو فاكت اب، انت مريض. بحال هادو اللي جايين كيدخلوا لك الارض مسطحه، ولا ارض مسطحه انت اش كدير فيها؟ سي قود لشي بلاصه اخرى، سي عيش شي كوكب اخر. اذا الا عندك مشكله خويا مع الخطاب اللي كيدور اللي كيدير بيا ليغ ولا كيديروه الاخوان الاخرين، قلب على شي خطاب اللي كيعجبك. الخطاب اللي كيعجبك ما غاديش يغيرك، الحاجه اللي كتغيرك هي الحاجه اللي اللي كيكون فيها واحد العناء، كيكون فيها واحد التعب، هي اللي كتغير. علاش؟ حيت التعب كيعني بان خصك تخرج من القطاع. الا انت باقي كتعيش في القطاع هو بقى فيه. اوكي، اذا هذا اللي تيقول لك لا وانت كتخسر الهضره، بطبيعه الحال غادي تخسر الهضره. من انت كتقول لي شي ناس كانوا كيعيشوا بواحد الطريقه ولات دين، او كون عجبوا لنا اليونان كانوا كيعيشوا بواحد الطريقه، كون جابوا لنا شتي كون رجعوا لنا عند البابليون، غادي يرجعوا لنا عند البابليون واول مدينه بابل. اوكي، كون مشينا عند هذوك الناس كنا غادي نجيبوا مبادئ احسن من هذا الشيء. ونتحداكم دابا تمشيو تقلبوا القانون ديال حمورابي، قراوا القانون ديال حمورابي وجيبوا لنا شوفوه، ونشوفوا واش فيه قوانين على الاقل غيكونوا احسن من ديال الاسلام. علاش؟ حيت هذوك الناس عندهم ثقافه، هذوك الناس خلاو لنا حوايج. هذيك 365 يوم في العام راه جابوها البابليون، هذيك 24 ساعة في النهار راه جابوها البابليون، 24 ساعة في النهار. باش غادي يعرفوها الا ما كانش كيعرفوا بان الشمس هي اللي الارض كدور حول الشمس؟ وباش غادي يعرفوها الا ما كانش كيعرفوا بان الارض كروية الشكل؟ امتى هادشي؟ في العمق ديال التاريخ كيجيو شي شماكريه في الصحراء تيقول لك هذاك الشيء كله خصك تضربه حرام، رمضان جمادى الاولى جمادى الثانيه قلب زيد 30 شهر نقص 30 شهر خلينا نقادها ناري تخلص. علاش؟ حيت تبعنا فكر ديال الوسخ، ولينا احنا مخارين مع العالم كله، ثقافات كلها كاينه في العالم. الصين فيها شت المليار ديال البشر بحال ما كاينينش، كتمشي لاوروبا بحال هاد الصينيين نيكزيست با، تمشي للامريكان نفس الشيء، الهنود نفس الشيء، كتمشي لاوروبا هاد الهنود بحال نيكزيست با، خدامين مقادين ما كاين لا مظاهرات لا 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 صداع. كتجي حتى عند المسلمين العافيه نايضه، الحجاب بنادم كيتفرقع، بنادم عا كيغوت، وانا اللي حرقوا لنا القران ولا ان للرسول. كتقول اوه راه ما يمكنش هاد الناس هادو، هاد الثقافه ديال الهنود توصل لها انت يا الميخي اللي منور لنا روعه في العالم، توصل انت للثقافه ديال الهندي، توصل انت للثقافه ديال الصيني، توصل لي انت دير امك عايش في الصحراء الله في عمرك 1400 سنه. الناس راه خراو في هذه الارض وبناو ثقافات وثقافات وثقافات وقلبهم عاف بناء الثقافات، وتجي انت باغي تفرض عليهم الفكر ديالك. اشنو الفكر ديال الناس؟ فكر ما لقاوش، ما يشربوا ما لقاوش، اشنو داروا؟ ديسيداو يجيبوا واحد الدين فيه السرقه والقتل والنهب والبيع في النساء والاطفال. هذا هو الدين اللي اش بغيتي انت؟ انت جايبو من عند شي ناس لا فكره، ما كيعرفش شنو هو الفكر. باش تفكر خصك تاكل وتشرب، انت مشيتي جبتي عندهم المبادئ الاساسيه في الحياه. اوكي، جيفت، اشنا هي الحياه؟ جيفت، اشنا هي جيفت؟ انت اصلا ما خصكش تكون لا انت لا الكره الارضيه ديالك لا المجموعه الشمسيه ديالك لا حتى الجالاكسي اللي كتعيش فيها، انت اصلا لا وجود لك. الا تحيدتي انت كامل بالجالاكسي ديالك ما غادي تغير في الوجود تخريه، وليتي انت يا بغيتي تجي تدافع على خالق هذا الوجود.
الا كتفكر بحال هكا انت اصلا خصني وقت ما هضرت معاك نصدع ربك باش تصرفيق. وقت ما نقول لك شي فكره خصني نطح ربك باش الله تفهمها، ياك ما غادي تفرقع اخو. لا اله الا الله، بعد لي تفرقع بالنشم مخراك. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا هو السبب شتي هذه الجمله اللي كتب هذا الاخ هذا، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا هو التوحيد. التوحيد هو خص يكون هذاك الميخي تما، الا ما كانش الميخي تما اذا راه ما كتسماش التوحيد. التوحيد هو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دابا الا حيدتي محمد ما بقاش توحيد، هذاك خص يكون الميخي داك المجمل كيف ما كتقول بيرفورمر، هذاك الموسخ داك الشمكار خص يكون تما باش يكون التوحيد. داكشي علاش فاش كتقول له انا ماشي مسلم تيقول لك اذا انت ملحد. نو ماشي اذا انت ملحد، حيت انت كتظن بان محمد هو الله. اشوق عليك في التاريخ ديالك، عندنا واحد الكائن اللي ما كنعرفو ما عنده حتى شي صفه هو الله، وعندنا واحد الميخي كيعاود لنا عليه. كاع ديك الفكره اللي كانت عندنا على الله لصقناها في الميخي، حيت الله ما يمكنش نلصقوا فيه شي حاجه حيت ما عندوش اون ديفينيسيون، ما كنعرفوا عليه حتى شي صفه. واحد الحاجه اللي ما عندك عليها حتى شي صفه كتعني it doesn't exist، ولكن محمد exist ومحمد انسان. فانت يا كاع هذيك الالوهيه ديال الاله شديتيها ولصقتيها في محمد، ماشي حيت بغيتي، بزمنك تلصقها في محمد. داكشي علاش فاش كتقول لهم انا ما بقيتش مسلم تيقول لك اذا انت ملحد، لا تعترف بوجود الاله. هو في الحقيقه هي لا علاقه بين الايمان بدين الاسلام ووجود الخالق، لحقاش لا ريفيرونس اللي كانت في القران وكاينه في الدين الاسلامي، لا ريفيرونس اللي كاينه لهذاك الاله ديال محمد. اش كان كيدير محمد؟ كيهز واحد السطل ديال النيكلاج كيدير فيه مزهر، كيدير فيه الشمع، وكيمشي عند الإله ديالو. فين هو الإله ديالو؟ هو الحجر الأسود، هذا هو الإله. راه ما كانش كيهضر على خالق المجرات، راه كان الكعبة كان حداها أكثر من 360 إله. أوكي، الكعبة كان فيها أكثر من 360 إله. اش كتعني التوحيد؟ ما كتعنيش توحيد خالق الوجود، كتعني توحيد جميع الآلهة تحت إله واحد هو الكعبة المشرفة، هو إله الإسلام. راه ماشي التوحيد ريفيرونس لخالق الوجود، توحيد ريفيرونس لهذيك 360 إله اللي شدهم كامل وهدمهم. وهناك كيتطرح السؤال، كيفاش واحد الانسان غادي تحيد ليه الدين ديالو بسهوله بدون حرب؟ ومن هنا جاء التوحيد. ماشي التوحيد هي خالق الوجود، خالق الوجود هي دازنت جيف ا فلاين رات. التوحيد ديالك وحد بيه عبدو، عبد الكلب، عبد الحمار، عبد البقرة، عبد الصندالة، عبد اللي عجبك، هذا هو الإله ديال بصح، ما كيهتمش بيك نهائيا، عطاك الحياة وحمد الله وشكره. هذاك الشيء اللي كدير، ماشي كتبدا تقلب عليه شكون هو، واش بغاني نعبدو ولا ما بغانيش نعبدو. اوكي، هاد الفكره ديال الملحد ديما كنسمعوها، ما بقيناش كنسمعوا واش انت كفرتي كافر، ما كتسمعهاش، كتسمع غير ملحد، حيت الناس راه كيعبدوا محمد. وهذا الشيء كنشوفوه في المجتمع ديالنا، الرب كيتسب صباحا مساء، كتسمع دين امه مع الثلاثه ديال الصباح، تحل الشر تسمع الرب كيتسب، حتى واحد ما كيحرك الساكن. وغير تنطق بكلمة محمد وكتقوم القيامة، اش كيعني هذا الشيء؟ كيعني كتعبدوا محمد، محمد هو الله، حيت إلا ما عبدتيش غادي يحيد الدين مك الراس ديالك. هذا هو الإسلام. ما يمكنش تبني ثقافة على هذا الخرا، هذا نبقاو نعاودوها تسبيح. اوكي، ماشي ملحد، انا انسان
كنفند ان الخالق هضر مع اي انسان. علاش؟ حيت ما عندوش علاش يهضر مع الانسان. علاش هذا الاله غادي يهضر معك؟ علاش؟ واي؟ حيت انت كتعطي لراسك قيمه، بغيتي حتى الخالق حتى هو يخلي الاخره كامل ويجي يعطيك انت قيمه، يبقى انت مقابلك حتى المشيه ديالك ولا داخل فيها. الذين يمشون على الارض مرحا الذين يمشون على الارض هونا. واش هذا اله مريض ولا داخل الفراش ديالك؟ اي حاجه كتدخل لك في الحياه ديالك عرف راه انسان اخر اللي بغى يتدخل في الحياه ديالك، انسان اخر اللي بغى يسيطر عليك. اوكي، بغيتي الحياه راه عطاها لك، عيشها. تقول لك لا، علاش حنا خلقنا الله؟ خلقك باش تعيش. التكواز ديالك اش غادي يزيدوا؟ التكواز ديالك تنوض الصباح مع 12 تابع الشمس وكتكوز، اش كتعني هذا الشيء؟ ماشي وطني هذا. الوطنيه هي الدين. الى عندك شي دين هذا اوتوماتيكمون انت عندك وطنيه، انت انسان وطني. ما يمكنش تعبد واحد الحاجه اللي لا علم لك بها قطعا. اشنا هو الخالق؟ شي حاجه اللي ما كنعرفوش حتى واش اكزيست دون اكزيست. لحد الان باقي كنقولوا واش كاين ولا ما كاين. كيجي واحد تيقول لك لا خصك تامن به. كيفاش غادي نامن بواحد الحاجه انا اللي ما كنعرفش اصلا واش كاينه ولا ما كايناش، وانت بغيتي تامن بها وباني عليها الجنه وباني عليها جهنم؟ كيفاش هذا الامتحان؟ انا بغيت نعرف واحد الحاجه ما عندك عليها حتى شي فكره، وخصك تدوز امتحان ناتين، وخصك تدوز عليها امتحان، وباش تنجح في الامتحان خصو يحط لك جهنم، خصو يقول لك عرفتي اش غندي؟ غادي نحرق دين امك بالعافيه والدخان، وغادي وقودها الناس هو الحجاره ولا ها زفير ولا ها نقير ولا ها هذا، وكتغضب وكتنفخ. عند ذاك ياتي الرب فيضع قدمه فيها. كاع هذيك الروينه اش كتعني هذه؟ كتعني الا كتخاف من جهنم اذا غادي تامن، والا ما كتخافش من جهنم اذا غادي تكفر. إلا عزيز عليك اللبن غادي تآمن، وإلا ما عزيزش عليك اللبن غادي تكفر. واش هذا إله؟ إله خصو يغريك، خصو يخلعك. هو ما قادرش يقول لك أوكي أنا ما عرفتش علاش غادي يطلبك كاع تآمن به ولا ما تآمنش به، ولكن حيت أنت ميخي كتصحاب راسك الوجود ديالك أنا وبعد الطوفان. هذه هي الفكرة ديالك كإنسان، كتعتبر راسك أنت واعر. منين انت كتعتبر راسك واعر اذا حتى واحد الاله تا هو خصك تحطه في الصوره ديالك انت، خصو تا هو يعتبرك انت واعر. كتجي كتعيش الحياه ديالك، اش كدير؟ كتعطي لا جينيراسيون الجايه كتعطيها شي حاجه، ماشي حيت بغيتي انت، حيت بالزمنك. فاش كترجع لطبيعتك كانسان كتعرف بان هذا هو الواجب ديالك. اوكي، ماشي كتجي وكتحط الاولويه الله هو الاول. فاك الله وفاك الرسول وفاك الاسلام وفاك الصحابه وفاك الانبياء. حتى واحد ما طالبك انت تدافع على شي حاجه اصلا ما عندك حتى شي علاقه بها قطعا. اذا هذا الشيء راه ماشي عرفناه جا قريناه في شي كتاب، راه عشناه. اون فيكو ليكسبيريونس ديال الاسلام، بديناها ودزنا من تحت كرش المعلم وبقينا غاديين ودزنا من بروسيسوس كامل ديال الانسان. حنا ماشي شي ناس اللي مشاو قراو الفكر ديال شي ناس اخر، نو حنا عشنا التجربه ديالنا، يعني الفكر ديالنا وليد التجربه ديالنا مع الانسان. سناريزي 50 عام وانت مسلم، ماشي شي حاجه سهله. إذن ما تجيش تبقى تخرى عليا، أنت باقي كتقلب على فرط وطو تجي تقول لي أنت وراك ما فاهمش الدين. إلا عشت فيه 50 عام وما فهمتوش، إذن أنا ماشي إنسان، أنا حمار. وفهمته. فهمت بأن درنا واحد الخطأ كبير في التاريخ ديالنا. والمصيبة هي غادي ندوزوه لأولادنا. هاد السم، هاد داك التوكسيسيتي كولتيغال ديال الدين، كندوزوها لأولادنا، هذا هو المشكل. فاش كيخرج واحد الانسان من الدين ما كنستافدوا منه حتى قالوا، حتى هو كيجي وكيبقى يتوجع بحالي بحال هذا الشيء اللي كندير. يا اما كيتوجع يا اما كيتصنت لشي ناس، لشي ناس كيتوجعوا بحال هاد الناس اللي لتحت. اللي كيستافد هو مرتك هي الاولى، ما كتبقاش لاصق ليها في كره. غطي شعرك وجمعي رجليك، وانت علاش دايزه خارجه في هذا الليل، وانت علاش كتمشي بهذه الطريقه، وعلاش درتي هذاك العكر، وعلاش دايره هذه الريحه.
بقيت بقى تابع ولادك شادهم الناس كيمشيو يتعلموا الفنون يتعلقوا في الشجره يطيحوا على ريوسهم يتعلموا الحياه يهرسوا بيضه يعرفوا كيفاش كاينه يديروا شي حاجه في حياتهم كتبقى تديهم للجامع تمشي تقريهم الخره ديال قريش واللغه العربيه وجيب ديك الثقافه العافنه الوسخه كتدخلها للغرب حتى هي كدير لهم الوسخ هذا هو المهم المهم هو فاش انت كتغير لونتوراج ديالك كترحم ربك كتعفو عليهم كتقول لهم صافي ولدي خصو يمشي يتعلم الرياضه يتعلم ينحت يتعلم الرسم يتعلم ايرابي يغني يدير الشعر يتعلم شي حاجه اش غادي نستافدوا من هذا الاله هذا ميساج من بياليغ كنصيفطو عدلو صحيبي كنصيفطو هاد الميساج لهاد المغاربه يعيقوا والدينا اللي جابوا لنا الدين ما كانوا قارين تقلوا الاخوه والو ما كيعرفش ربو الليف من الزروطه احسن حاجه كيكتب هو داك السبوب قلت على السبوب مكتوب بالسمق والسمق مصوب بالخرا وهذيك هي الحاجه اللي كيعرف حتى كتحل هذاك السبوب اللي دايره هو تحت الوساده ولا معلق في عنقو عاد كتبان لك شي حاجه ولا شي تصويره ديال ابو بكر ولا عمر ولا علي هز رجلو في يدو ولا شي حاجه دوك التصاور هادشي اللي كانوا كيعرفوا راه ماشي اي حاجه كيجيبوها لك والديك راه مزيانه قلت لكم راه براد ديال الدون الدون كيذوب العقل الاخوان كيذوب المخ كنا كنطيبوا فيها تاي واش حتى دين امك كتبقى شاد براد ديال الدون كطيب فيها تاي حيت والديك خلاوه ليك كتعني الثقافه خصها حتى هي تتغير والديك خطاوا وانت كتجي كتصحح الخطا وكتزيد شي حاجه بوزيتيف كتبلاصيها بشي حاجه بوزيتيف كيجي ولدك كيدير نفس الشيء ما كتجيبش شي واحد ثقافه ميته ثقافه اولا عافنه وميته بحال شاد شي جيفه وجارها معك 1400 سنه 45 جينيراسيون الثقافه هي كتغير الثقافه كتغير كل شيء كيتغير اللغه كتغير اللغه كتغير اللباس كيتغير التحسينه كتغير الماكله كتغير كل شيء كيتغير حتى شي حاجه ما كتبقى كونستانت اعطيني شي حاجه اللي كتبقى كونستانت حتى الماء اللي كنا كنشربوا ما بقيناش كنشربوا قال لك القوات ما بقاش تشرب منهم الماء كل شيء كيتغير كتجي الثقافه اللي هي الاساسيه في حياه الانسان تيقول لك هذه خصها تبقى كونستانت ما خصهاش تغير ولا ما خصهاش تبقى انسان جاهل ومتخلف واحسن اعظم حاجه كتقلب عليها هي تعيش بحال شي شماكريه في الصحراء حتى انت وليتي كتغسل زكك بالماء ومن بعد كدير المضمضه كنت الى دخلتي للدار خصك تسلم عليها بحال شي مسطي ديال امك داخل الدار ما ساكن فيها حتى شي واحد حتى الله جاي من العطله وداخل الدار عندك وداخل السلام عليكم بنادم دين امو عايش ماشي بوحدو عايش واحد العالم اخر عنده الملائكه عنده السحور عنده الجنون عنده التابعه عنده الشيطان الروينه ديال الاشباح عايشين معاك وانت بغيتي تكون انت هو الماني شتي كون كان الماني كيفكر بحالك كره تلقاه في درب عمر كيقلب على شي خدمه والله كره تلقاه داير طابليه بيضاء وكيصوب في الملوي وفي الحرشه بحال هذاك ستيفن هاوكنز قال لك كان في المغرب كره حاطينه معاق في الكروسه ديالو يحطوه قدام شي جامع يطلب أكبر الفيزيسيان ديال العالم كو كان في المغرب كرة دبروا عليه كرة كيكريوه يمشيو يطلبوا به في الشوارع بنادم دين مو ميت كله ميت حتى شي حاجة ما خدامة فيه إلا القلب ديالو الأمعاء ديالو المخ ديالو بهر العالم بهر دين مو بنادم بقي قرا ديال الخرا ديال فاكين قريش كيفاش تغسل زكوك واش تغسل صبعك كله خشي واش الا غسلتيها غير من الفوق واش دايزه واش الحزقيله فيها التشاش نغسل الشعب دين موك يدير 1400 سنه باقي ما تخطاش هذاك الاعضاء ديالو يفهمهم زبو كيمسو يوميا الثقبه ديالو كيمسها يوميا وباقي ما فهمهاش 1400 سنه وباقي كيختلفوا فيها العلماء باقي الرب تاع دين موك يختلفوا فيها العلماء اشنا هما العلماء لي صافون اشنا هو لي صافون ماشي عنده لابوراتوار لي صافون ماشي ولاد القحاب اللحيه فمو خانز
وكيقرا الخرا ديال قريش كيفاش كانوا كيخراو كيبولوا حتى ديك هذيك سرقتوا حتى كلمه العلم وكلمه عليم عليم سرقتوها ولاد القحاب سرقتوا كل شيء. عالم كتعني واحد الانسان كيحفي الدماغ ديالك كي داكشي اللي كيهمك انت الماكله والشراب والنكاح والفيلا اللي غادي تعيش بها دابا كيهموش. ايلون ماسك الدار ديالو كتسوى 60,000 دولار 60,000 دولار ما تجي فيها حتى دار في البرنوسي. ما عمرني شفت انا هذاك السيد لابس مكانه. قالوا لي علاش ما عندكش مكانه كتسوى مليار؟ قال لهم انا راه عندي التليفون فيه مكانه. كتمشي عند السعودي كتلقاه شاري كابينه ديال الذهب كتقول هذا حمار. كابينه ديال الذهب ولا شي سبع شي سبع ولا شي نمر كحال ولا شعب دين مو حمار باغي يبني. قال لك مدينه فيها كيلومتر هي ولد القحبه جمع شي 100 عالم وخلق لينا شي طريقه باش نطيروا لشي كوكب اخر. القلاوي راه ستيفن هاوكنز قال لك راه بقات لكم غير من 70 حتى 100 عام في الكره الارضيه. حتى دين امك باغي تبني دوله فيها كيلومتر واش حتى دين امك حمار؟ الناس ما عارفين هذا الشيء كيعبر علينا حنا ماشي شي ناس فيزيونير. كيفاش غتكون فيزيونير حتى عندك مشكل مع الحزقه؟ كيفاش انت غتكون فيزيونير وانت عندك كالوندريي خاص بالبوله والحزقه والخريه؟ كتلقى المسلم كيعرف الدين ديم شحال من حزقه حزق في النهار شحال من خريه خرا في النهار. كيفاش بغيتي يفكر في المستقبل ديال الكره الارضيه؟ واش غادي نعيشوا واش غاديش نعيشوا؟ واش عندنا الاوفر بوبيلاسيون ولا البوبيلاسيون ديالنا لاغاس ديالنا غادي تموت؟ واش هادو هو الناس دي فيزيونير كيفكروا في هذا الشيء. حنا لحد الان لحد الان دابا غادي تقلب غتلقى هاد السيمانه هادي شي ولد القحبه من دوك الشيوخ كيهضر على كيفاش تحوي ما تاكل كيفاش تخرا ولا حزقتي واش الحزقه ولا لا بغيتي تحوي شي حنش واش تحوي شي حاجه بحال هكا. علاش؟ حيت مشينا عند الحتاله ديال الفكر الانساني. الحتاله عرفتي شنو هي الحتاله ديال الفكر الانساني؟ هو هذا اللي مشينا ليه. مشينا كاين واحد الفاريتي ديال لي زوبسيون كانوا عندنا. وديما كنت انا كنفيق الصباح كنشوف في المرايا كنقول الحمد لله. ديك الساعه فاش كانوا عندي السنان كنقول الحمد لله. تخيل دابا كل الله خلقني الماني دابا ولا سويدي. ناري الحمد لله الحمد لله ما خلقنيش الله الماني ولا سويدي. كون خلقني الماني وسويدي ولا امريكاني ولا جابوني ولا ناري غادي نمشي لجهنم نحمد الله. دابا وليت دابا تقلب كل شيء. وليت كنقول علاش انايا من هاد الحضارات كلهم اللي كاينين في العالم ما بانت ليا غير الخرا ديال الانسانيه؟ ما غير الخرا. وفاش كنفكر اشنا هو لو ديغا هو فرصة الحياة. كل هذه المهات ضربات في زيرو. أنا دابا خصني نكون كنصيد الحوت. خصني نكون أنا اللي حص النار ديالي حاط حدايا شي براد ديال أتاي بارم شي جوان ولا شي مطويش ومريح. قدرة خالق ما عرفتش شناهي هادي. تا ولا الخرا ديال قريش ولا تا هو جاو داو الحضارة كلها سموها حضارة عربية. حضارة عربية ولاد القحاب كيسرقوا كل شيء كل شيء سرقوا. كلمة عالم داوها ولا العالم هو شي واحد فمو خانس كيقرا شي الخرق الوسخ ديال الثقافة القريشية. اوكي جاوا الحضارة حضارة ما فيها حتى شي واحد عربي حتى واحد فيهم عربي نان. كلهم يا إما من إيران يا إما من أوزبكستان كازاخستان من العراق من شمال إفريقيا حتى واحد فيهم ما عربي. دولهم الحضارة قال لك الحضارة العربية صافي. نحن مخاسين تقلوه هي كتبقاو فينا والله. تحيدوا الإسلام أنقول ماشي تحيدوا الإسلام. أولا ما عندناش مشكل ديال الدين الإخوان. الميريكان فيها أكثر من 530,000 كنيسة بلا ما نحسبوا السيناغوغات بلا ما نحسبوا المساجد. احنا عندنا أوفودوز ديال الدين. راه ماشي الشعب كله خصو يكون حمار. الشعب كتكون فيه 5-7% هذيك هي الخدمة ديالهم. هي كينشروا تا حمارية. كنشوفوهم في الغرب كيدوزوا سايقين بيكالات شباب دين كرافات
فهمتي، كتمشي عندهم كتلقى الشعب ديال منهار اثنين طريق عامره، بنادم كيمشي ضرب تماره، اشنو لا برودكسيون الانتاج، ثلاث الاربعاء الخميس الجمعه السبت الحد كتلقى بنادم من 9 حتى 3 ديال العشيه كيمشي كينشط مع راسو، كيغسل كيدير لوندري في الدار عنده، يصوب داك صافي انتهينا. هذا هو الله عندهم، الله عندهم زوين، كيعرف البلاصه ديالو. كتمشي عند اليهود نفس الشيء، كتلقى عندهم واحد النهار خاص، نهار السبت ما كياكلوش فيه مع في الحوت ولا شي حاجه، حد خدام، اثنين خدام، ثلاث خدام، الاربعاء خدام. كتجي عند المسلمين اثنين الصبح الظهر العصر المغرب العشاء النوافل قرأ القرآن الدعاء، ثلاث فجر الظهر العصر المغرب العشاء النوافل قرأ الدعاء قرأ القرآن، الأربعاء نفس الشيء، الخميس نفس الشيء، الجمعة صافي الجمعة هذا كيديروا الإكسبونونسيال، ها كيتسدوا دين أم الطرقان، فاك يو كنتي في لومبيلونس في دين أمك الموت، موت أور القحبة، الله هو الأول، وهذه هي الثقافة ديالنا، الله هو الاول. الصحه ديالك كتقول لك راه فيك الموت، تيقول لك لا الله قالها، ما عندناش ديك ديال حنا هو الاولين، نو الله هو الاول. اذا كان الله بغى يكون في حياتك عنده الاولويه، هذا راه اله مريض اصلا. اي واحد يقول لك بان الله كيطلب منك انك تستغنى عن المصلحه ديالك في سبيل الاله، عرف بان راه ماشي مصلحه الاله اللي كتخدم، راه كتستخدم والمصلحه ديال واحد الانسان ولد القحبه اللي بغى ينكحك. اوكي، الله ما محتاجش للدعاء ديالك، خصك تطلبو حتى الله، خصك تطلبو، وما كيشوفشك ياك ما جيعان انت مريض، خصك تطلبو. اذا كاين شي ولد القحبه اللي كيستافد، وهذا رجال الدين، هادو كلشي مستافد، كلشي عنده الطوموبيلات ديالو، كلشي ولادو كيقراو برا، الا بغاو يداووا كيمشيو يداووا برا، وبناتهم وولادهم عاطينا الكوكايين، عاطينا الشراب، وبناتهم عاطينا العري والزينه، كلشي كيزيدوا الحناك، كيزيدوا القنانف، كيزيدوا الترامي، كيزيدوا البزازل، خدامين الشيوخ بخير لا باس عليهم. وهذا هو المشكل اللي عندنا، حنا ما عندناش مشكل معكم، حنا عندنا مع العلماء، هذوك الشيوخ اللي كتقولوا انتم العلماء كيعمركم، موتوا انتم، هو راه ولده كيديه يقرا في اوروبا، سيروا دافعوا انتم على شتو داكشي ديال عادل امام. قال لي انت فين؟ قال لي انت حتطلع فوق. قال لي انا حطلع فوق. قال لي نعم انت حتطلع فوق. قال لي وانتوما؟ قال لي احنا حنبقى تحت. قال لي وعلاش انتوما ما تطلعوش الفوق وانا نبقى لتحت؟ حيت هاد الشيوخ عايشين فابور، الضو فابور، الماء فابور، السكنه فابور، الا مشى عند الخضار كياخذ الخضره فابور، مشى عند اللحم كياخذ اللحم فابور، كلشي كيحترمو، الا مشى ليه الاسلام مشى ليه كلشي، غادي يشد الشطابه ديالو غيمشي يقلب على خدمه يشطب فيها الشوارع. وهادو كيفاش غتعمل؟ كيفاش غادي تقنعو انت باش يغير الراي ديالو؟ ما يمكنش يغير الراي ديالو، حيت هذاك هو السبب ديال القوت ديالو، داك الهيبه اللي عنده، داك التقدير اللي عنده، داك الاحترام اللي عنده من عند الناس، كله مبني على هاد الخره ديال الدين. إذن هنا شكون هو الهدف؟ هادو اللي كيهضروا على الدين، هادو غير اش تيقولوا لهم الكراكيز، كيسيروهم رجال الدين. داكشي علاش ولاو كيدخلوا عندنا وتيقول لك انت ما، واش انت ملحد ايجابي، واش انت ملحد سلبي، كيجيبوا الخرا من عند هادوك. هاد الناس عايشين اصاحبي، عايشين بخير، ما عندوش هو يخدم ولا يمشي يقرا باش يوصل لواحد المستوى، نو وخص يكون ولد القحبة مقطر باش تكون فقيه، خصك تكون واحد المنافق، واحد المنافق وجهك من الحديد، ما كتحشمش، ما كتمرقش، بحال هادو اللي مريحين كيجيب لك فتوى، كتسمع شي فتاوي كتقول اواه، ترى ما يمكنش هاد الناس هادو، ما يمكنش يكون عندهم اعتبار لهذاك المخاطب اللي كيهضروا معاه، كيعتبروا هذاك المخاطب حمار،
حيت هو داروا ليه الاقامه اللي خاصه باش الله كيهضر معاه، ماشي كيجي ديريكت يهضر معاه، نو كيقاد ليه وصوب ليه وكيدير ليه ديك اللحيه ويدير ديك الطربوش في شكل ويلبس ديك لعبه ويحط لك واحد البوديوم هذا ويغير الصوت ديالو ويغير المشيه ديالو والبلغه صفراء الروينه كتنوض باش الله انتيا تامن بهذاك الخرى اللي كيعمروا ليه يعمروا ليك به راسك. شوف هاد التصوير اللي دا شو شعب دين أمك يدير تفو وحاضن المرأة، المرأة الشرف ديالهم كان في الطبون ديال أمهم واختهم وبنتهم، ما كيشوف الشرف ديالو هو يكتب التاريخ ويبدل الكرة الأرضية بشي بشي حاجة باش تعاون الإنسانية. عطينا على الشفاوي ولا القحة بحال هذاك العمري، العمري انا العمري تنقول واش هادو غير بلا ما يهضر شتي لحيت الصوت وبقيت كان غير كنشوف فيه كنعرفو كيكذب، عاد غادي تنقص الصوت كله حيد الصوت كله كلهم حيد الصوت كله وشوف غير الملامح ديالو كيفاش كيضوا كتعرفو كيكذب، ماشي بالضروره تسمعو ولكن علاش الناس كيامنوا به حيت مخدرين، بنادم دين مو مخدر وكل الخرى شبع من الخرى تقهم ب ب ب بالمعلومات الخروانيه لدرجه ما بقاش كيفرس، وكتقرا الكومونتير صاحبي كتشوف شي كيخرى شي فقيه شي خريه اوكي كيخرى خريه بحال واحد قال لك علي بن ابي طالب كان كي في واحد المعركة كيتحارب قال لك شوية جات الوقت ديال المغرب، علي بن أبي طالب ما عرف واش يكمل الحرب ولا يصلي، حط السيف ديالو بدا كيصلي ناد السيف بوحدو، قال لك السيف بوحدو نادو بدا كيتقاتل بوحدو، ماشي هذا هو المشكل، المشكل فاش مشيت نقرا الكومونتير الكومونتير سبحان الله اللهم قنا شر، وبنادم ولد بنادم حمار انا كنت كنقول علاش هذا كيهضر، عاد اكتشفت بان راه كيهضر مع الحمير اللي كيكتبوا الكومونتير، بنادم ماشي قال ليها او حتى كيفاش حتى ولا ربط السلوكيه حتى كيفاش طالقه تسرح نو ما يحين سبحان الله ان الله على كل شيء قدير وما قمنا بايه الا وقد قال، بنادم دين محمر كتقول هو انا مالي علاش غادي ندخل انا مع واحد خينا كيهضر مع الحمير، واش انا غادي نغير الحمير؟ ما يمكنش غادي نغير الحمير، يا أكثر من يا شعب دين أم حمار شو كيدير القلاوي شو هاد القنوس شو كيدايرين شو هادو ما الناس اللي غادي يعلمونا، هادو ما الناس اللي الفكر ديالهم غادي نستعملوه باش نعودو حنا هما النرويج ولا السويد الدنمارك تو كيدير، هادشي خصك تعيش الإسلام وتعيش المصيبة ديال الإسلام، لما ضرش الإسلام ما فهمش الإسلام، لما توجعش من الإسلام ما فهمش شنو هو الإسلام، ما جاو الناس وداروا ليه كتفوا دين متعرفوا بأنه توكسيك، داكشي علاش جابوا الفكرة ديال فصل الدين عن الدولة، ما جاش ماشي قالوا اوكي باش الناس يرتاحوا يصليوا، نو باش القانون ديال الدوله اللي كيخدم مصلحه الانسان في هذه الكره الارضيه دابا قبل ما يموتوا ما يجيبوش شي فكر مطخ يخسروا القوانين، يدخلوا شي فكر متخلف شي فكر همجي يسيروا به المجتمع ديالهم، راه ما داروش باش يعطيوك انت حريه التعبد، داروه باش يمنعوك انت تدخل ليهم في القوانين، القوانين كيديروها باش يوفروا السعاده الانسان، راه الناس ما داك الشيء علاش جابوا العلمانيه، راه ما جابوهاش ليك انت، راه جابوها
اللي هم هما لخدمة مصلحة الإنسان، كيعرفوا إلا شدوا هاد الوسخ دخلوه في القانون غادي يدمروا المجتمعات ديالهم، وهاد الشيء داز وقت كبير باش وصلوا لهاد الخاتمة. انت كتقول واه هادوك الناس راه عندهم حرية التعبير، هادوك الناس راه عندهم حرية المعتقد، وانتم لا، هادوك الناس حرية المعتقد سي باز ماشي راه ماشي راه ماشي ان دغوا، راه سي ان بريفيليج. انت كمسلم تي ني با بريفيليجي باش تكون عندك حرية المعتقد. باش تكون عندك حرية المعتقد خصك اولا تكون من اهل حريه المعتقد، انك تعطي الانسان الاخر حريه المعتقد، هذه مطلوبه منك. باش تريح مع واحد الانسان في الطاوله خصك تستعمل بلاين فيلد اللي يكون بجوج، انت ماشي تلعب انت في عقبه وانا لاعب فلوطه ولعب معايا ماتش. بغيتي حريه المعتقد نعطيوها لك، الا انت كتامن ان الانسان الاخر عنده حرية المعتقد، ولكن الدين ديالك إلى ما اغتصبش حرية المعتقد ما يمكنش يكون عنده وجود. الدين ديالك الوجود ديالو رهين بقمع حرية الآخر. إذن باش تقولوا أنتم بأن أنتم عندكم حرية المعتقد، ما عندكش حرية المعتقد. حرية المعتقد ماشي هي تهز 10 مليون وديهم لولاد القحاف في السعودية، هذيك ما كتسماش حرية المعتقد، هذيك كتسمى خيانة. أنا كنقول ديما وقلت شحال هذي غادي دير واحد الصف طويل وغادي يبداو الحجاج، فاش يبداو غادي الحج اش كدير كل حاجة، وخا يكون الوالد ديالي معاهم، كتخور دين أمو كتغرق في التخويرة وكتصدع ربو بشي دماغ شي كروشي شي تصرفيقة، كتصدع ربو عاد كيدخل يطلع في الطيارة، حيت ولد القحبة كان كيتخطى الناس الأطفال في الشارع، ناعسين في الشارع كيتخطاهم باش الله يطلع هذيك الطيارة ودي السواعدة ديال ولاد القحاب يدي لهم 8 مليون. إلا كنت أنت مسلم أصلا أنا كنحيد، خصني نحيد عليك الوطنية، ما تبقاش مغربي، حيت الولاء ديالك ماشي للمغرب. أشنا هي الوطنية؟ كتسول شي واحد من نيكاراغوا تتقول لي اشنا هي احسن دوله في العالم، تيقول لك نيكاراغوا هي احسن دوله في العالم. كتمشي عند شي واحد من طوغو كتقول لي اشنا هي اعظم دوله في العالم، تيقول لك طوغو هي اعظم دوله في العالم. كتمشي عند مغربي كتقول لي اشنا هي اعظم دوله في العالم، تيقول لك هي السعوديه. اعظم جبل في العالم هو جبل عرفات، اعظم شجره في العالم هي النخل، اعظم لغه في العالم هي القران. كل شيء عنده المقدس، كله أش عنده في بلاده ما عنده والو، بلاده ما كتسواش. كتقولك شكون يدالك هاد الوطنية؟ دالك الإسلام. إذن إلا كنتي نتايا مسلم إذن نتا هاديك الوطنية خصنا نلغيوها عليك. سير قلب لك على شي باسبور، سير قلب دين أمك ديها، سير عند السعودية خد عندهم الجنسية. راه كنهضر هنا بالحقيقة، راه ماشي كنزيدو فيه، راه ماشي كنعيقو، راه هذه هي الحقيقة وشفناها. بنادم قال لهم حنا الصحراء ما عندنا ما نديرو بها، فلسطين أولى من الصحراء. تلقى دير موك يغوت من لودن تلودن، فلسطين فلسطين فلسطين. تقول لي الصحراء، يقول لك لا الصحراء راه ماشي الصحراء غربية. كتقول لي واكي دينا إلا كانت الصحراء، إلا عندك شي بلد أحسن من البلاد ديالك، إذا أنت أصلا منعدم الهوية، انت لقيط. وهذوك الناس اصلا ما عندهم ما يديروا بربك، ما عندهم ما يديروا بك، اللي كيهمهم هو داك البسطام اللي عندك في الشيب، هو اللي كيهمهم فيك. ما كتهمهم ما كيموتوا في الحج، كيجمعوا دينهم بالبلدوزير. بنادم مريح ميتو حدا ودنو كاين رجل، بنادم ما عندهمش ديك الانسانيه باش يحطوا بنادم، يحطوه الريوس بحال بنادم، يحطوه يقادوه، لاحوهم بحال تخراو، كيلوحوا بنادم بحال كيتخرا. ما عمرك خريتي في شي بلاصه عاليه وتلاحت الخريه، هكا كيشدوا بنادم كيلوحوا دين امه. تمشي عند الالمان ولا شي دوله اخرى تخسر عندهم 10 مليون كيعاملوك بحال الملك،
بحال الملك روم سيرفيس، كتمشي كتريح كتعيط الماكله كيفاش بغيتيها، واش رير واش ميديوم رير واش طايبه بزاف، كيعامل ديري 10 المليون لشي دوله، 10 المليون ديها في الشهر لشي دوله، يعاملوك بحال الملك. الطاكسي ديالك واعر، الطياره ديالك واعره، كيخدموك كيحضروا ريوسهم ليك، كيعاملوك بحال الملك. سير سير سير، كديهم لولاد القحاف في السعوديه اش كدير؟ كيصيفطوك جايب معاك بوديزه ديال الماء بحال دين امك، انت قليل ما عندك في البلاد. الماء مقدس، الماء مقدس هو القحبه لشي واحد عايش في الصحراء ما لقاش الاخرى ياكل دين امه. ما جاوش كيشربوا بول البعير، واش عند دين امه لو شوا كيتشرط؟ لا، ما غتشرب القحبه تاع تمك بول البعير، الا ما شربتيش غتموت، على الاقل بول البعير غيزيد واحد ساعتين في حياتك. هذه هي الثقافه اللي بنينا عليها حنا الحياه ديالنا كلها. الوالد، عندي واحد الوالد اختي ماتت ما عرفهاش واش ماتت، الدار عامره بعباد الله، عامره، عرفتي عندنا بنادم في المغرب كامل، المغرب كامل فيه بنادم، كل شي جا عامره الدار. هو كيدور قال لهم ماش كاين، قال لي راه شي جا ديالنا مات ليه شي واحد وما عندوش شي ناس، ما كيعرف حتى شي واحد، كيعرف غير الوالده. كتقول لي شكون هي هذه، تيقول لك هذه فاطمه ماتي. ولادو ما كيعرفوش، كيريح مع اختي كتوكلو كتشرب، شكون انا با؟ كيقول لها ما عرفتش ابن شكون انت يا بنتي. اللي بغيت نقول من هذا الشيء، الصلاه ما كيزقلهاش، قراءه القران ما كيزقلهاش، الوضوء ما كيزقلهاش، ما كيزقلوش، نسى كل شيء. عرفتي شنو هي؟ الانسان كينسى بانه بنته ما ماتت ما كتجيش ما كيسولش فيها، ولده كيريح معاه ما كيعرفوش. ولكن واحد الحاجه ما نساهاش، الصلاه في وقتها، واش كيصلي واش كيقرا القران واش ما كيقراش القران، المهم كيمشي كيتوضا كيف ما كي مولف كيتوضا، وكيمشي كيوقف كيبقى يطلع وينزل، ما عرفناش واش كيصلي ولا ما كيصليش. وفين كاين المشكل هنا؟ علاش هذا الانسان نسى كل شيء، الدماغ ديالو ما بقاش خدام؟ واحد الحاجه هي اللي ما كيزقلهاش، هي الصلاه. هذا الشيء علاش حنا كنجيو نعيشو. الدين عندنا مهم، اهم حاجه في الوجود ديالنا هي الدين، والدليل هو الوالد ديالي. انا ما قريتهاش في كتاب، انا عشتها. ها بنادم كيعيا، والله الاخواني الا بنادم كيعيا. انا وليت كندخل لشي بلاصه كنسمع فيها الدين كنكع، كنمشي نقلب على اي حاجه، شي حمار كيضحك شي حاجه بحال هكا، احسن ليا ما نبقى نسمع الدين. وانا نورمالمون بنادم كيخرج من الدين كيخرج، ولكن حنا في واحد المجتمع غارق في الدين، اش غادي دير معاه؟ ولكن كاين واحد البوادر، ياك بوادر، كيقول هاد البوادر، كتشوف الناس بداو كيعيقوا، بنادم ولا كيجي من برا كيخرج لبرا ولا داخل العالم كله كيشوف الناس فين عايشين، الناس فين وصلوا بالدين ديالهم وفين وصلوا. حنا شدينا الخرا وبغينا نخلقوا منه معجزه، هاد الخرا خرا راه ما عمرك غتخلق منه شي حاجه، ديما دين موت تنحتو تصم به الصويره تغني عليه، ديما غادي يبقى خرا، راه ما غاديش يتغير. الحاجه عندك واحد الحاجه كدوز معاها اون جينيراسيون دو جينيراسيون، الا ما خدمتش صافي، يعني لا جينيراسيون الثالثه ما غتخدمش، الرابعه ما غتخدمش، الخامسه ما غاديش تخدم، راه ما كتشد شي حاجه وكتبقى تجربها 10 المرات و15 و20 وغادي تبقى تحاول. الا ما عطاتك المره الاولى والثانيه والثالثه صافي، نيس قول صافي هذه ما خدامهاش، اجي نبدل الاستراتيجيه ديالي، ندير شي طريقه اخرى. راه الا درتي لو ميم بروسيسوس وكتوصل غادي ديما توصل نفس النتيجه، امتى غادي توصل لشي حاجه كتختلف؟ الى غيرتي البروسيسوس اللي كدير. هذا الشيء اللي وقع لينا في الثقافه ديالنا، شدينا شي حاجه اصلا هي خرا. راه شي ناس ساكنين في القياطن كتبعد منهم،
شي ناس ما عندهمش الماء كتبعد منهم، كتمشي تقلب على شي بلاصه فيها الماء، وناس كيعيشوا في ديور، ناس اللي بانين ثقافه، ناس اللي عندهم مجتمع، ناس اللي عندهم جامعات، ناس اللي عندهم محاكم، ناس اللي عندهم قوانين، ناس اللي عندهم السيكوريتي. هنا فين كتقلب، ما كتمشيش عند شي ناس ما عندهم والو. حنا مشينا عند شي ناس ما عندهم والو، ماشي ما كان ما عنده والو بخير، كنشوفوا الناس بزاف ما عنده والو، ولكن هادو ما عندهم والو وكتزيد عليها ولاد القحام. علاش؟ فاش كيكون طريقه باش كتعيش هي كتمشي تهجم على شي انسان اخر، وخصك تبكيه، وخصك تيتمو، وخصك تجرحو، وخصك تاخذ ليه الولاد ديالو والبنات ديالو، وتشرد ليه الولاد ديالو والبنات ديالو، وتاخذ ليه الارض ديالو. هذا هو النمط. اذا انت ولد القحبه، وهذا هما قريش. قريش كان ولد القحاب، وكان ولد القحاب مقطرين. داكشي علاش نجح الدين ديال ولد القحاب، حيت هما ولد القحاب. داكشي علاش نجح الدين ديالهم. فاش كتبغي تبيع واحد الايديولوجيه لشي ناس، كتشوف اشنا هما الهوى، المبتغيات، يا كاين هذا المود ديال هذاك الناس، كتعطيهم داكشي كتكتبوا في الايديولوجيه ديالهم. الى عزيز عليهم الماكله كتقول لهم غادي نولكم، الى عزيز عليهم الخدمه كتقول لهم غادي نوفر لكم الخدمه، الى عزيز عليهم الطب كتقول لهم غادي نوفر لكم الطب، الى بغاو التعليم يكون احسن كتقول لهم غادي نعطيكم التعليم يكون احسن. هكا كتبيع الايديولوجيه ديالك لشي ناس. فاش كتمشي لقريش كتلقاهم كلهم ولاد القحاب. ولاد القحاب ماشي بمعنى ان والديهم ولا يعني ولاد القحاب من فعيلهم. الا كانوا هما شفارة كتقول لهم اوكي الشفرة حلال، الا كانوا هما قتالة كتقول لهم القتل حلال، الا كانوا كيسرقوا كتقول لهم السرقة حلال، الا كانوا كيسبيو كتقول لهم غادي نوفر لكم السبي، وغادي نوفر لكم القتل، وغادي نوفر لكم ضرب المرأة. بغيتو تنكحوا انا غادي نجيب لكم واحد الدين اللي غادي يعطيكم النكاح، غتزوجوا ربعة وغادي يكون عندكم ملك اليمين، والمرأة غادي نقول لها ممنوع عليها تقول لك ما نعطيكش تنكح. هكا تباع الدين، هكا نجح الدين، حيت الناس اللي جاهم هالدين ولاد القحاب. والدين في حد ذاته كيشجع وكيوفر لولاد القحاب الوسائل ديال التقحبين، هي السرقه والسبي والنكاح وداك الشيء اللي كاين في الاسلام. هذا الشيء علاش نجح الاسلام. الاسلام سيف ذو حدين، كاين ولاد القحاب اللي عزيز عليهم الغزو، وكاين ناس طبيعيين اللي خايفين من الغزو. وداك الشيء علاش نجح الاسلام، حيت سيف ذو حدين. ولاد القحاب بغاو يغزيو الناس، بغاو يسبيو النساء. شي ناس طبيعيين انسانيين خافوا من الغزو، خافوا من السبي ديال النساء ديالهم والاطفال ديالهم، ونجح الاسلام. ولكن في الخاتمه كنبقاو حنا كلنا ولاد القحاب، حيت فاش كدي الباسبور ديالك كيحلوا الباسبور ديالك كيلقاوك انت من الاسكيمو كدوز، ما كيديروش ديك الدبل تيك. الدبل تيك هي كيشوف الباسبور ديالك وكيشوف فيك وكيعاود يشوف الباسبور ديالك. علاش؟ حيت كيعرفك انت مسلم، اذا اوتوماتيكمون انت ولد القحبه. لا بد غادي تكون داخل هنا، يا اما غادي تاخذ السوسيال فابور، يا اما غادي تمشي تفرقع، يا اما غادي تبدا تقول لهم خصكم تكونوا مسلمين وخصكم تبدلوا هذا وخصنا عرفوك غادي دير شي حاجه، حيت انت الثقافه ديالك ديال ولاد القحاب. وهادشي جربناه، كتدخل كيشوف فيك شعرك كحل حرش، وجهك ضابه في دير مشمش كارم مع راسك، اسميتك شي سميه بوشعيب، عبد العالي، عبد السلام، عبد الرحمن، كيعرفوك بانك مسلم بحال عتله. عتله سميتو محمد في راسكم الاخوان. واش هاد الناس كاع خاطئين؟ إلا كان واحد خاطئ كتقول اوكي بوسيبيليتي يكون واحد خاطئ، جوج تقول هادو خاطئين، ثلاثة تقول هادو، واو أربعة خمسة ستة أو العالم كله تيقول لنا أنتم خاطئين. العالم كله كيجيجينا بهالطريقة، علاش كيجيجيونا حنا؟
حنا في المغرب باش هو علاش حنا ولينا حنا واحد المصدر ديال المشاكل لهاد الناس هادو؟ علاش؟ حيت الثقافة ديالنا الثقافة ديال ولاد القحاب. محمد أكبر ولاد القحبة كتعرفوا الإنسانية، ماشي هتلر. هتلر مات وتطوات الصفحة ديالو وداكشي كاع اللي جاب ضابو دين مو في زيرو ولغوه من الثقافة الإنسانية. ما بقاش عند دين مو لا شونس ولا الريموت، شي حاجة صغيرة ديال لا شونس باش تكون عنده سيفي في هذا الوجود. محمد دين مو باقي عيش، باقي عيش وعيش بقوة. ديما عنده هو شي ناس خصهم يرجعوا داك الشيء يعطيو الحياه ديالو، ديما كاينه. علاش؟ حيت كاينه السعوديه. كل ما كان السعوديه الاسلام كان غادي تضرب دين مو في زيرو. كان مشى طلعوا على السعوديه، على مكه، طلعوا عليها غير 80 عام، هذه غير 60 عام، هذه طلع على مكه كيفاش كانت، ماشي 60، 80 عام. يعني هاد الدين هذا فيولد، هاد الدين هذا ولا استعمل البترول باش يكون عنده وجود. هذاك اللي كانوا كيسميوه الماء الآسين، حيت كانوا القوارشة كيحفر بير وكيطلع عليه البترول وقال لك هاد الماء خانس. تخيلوا الواقع اللي كيعيشوا فيه هاد الناس. مازال لك انت في شي صحراء كتحفر كتلقى الماء، غادي تغرق بزاف، ولكن غادي تلقى الماء. هادو كانوا كيغرق كيجبد البترول، قال لك ماء غير آسن هو اللي كتشرب فاش كتمشي للجنة. كتشرب بحال داك الماء اللي عندنا في ملوية وفي درعا ومربيع وداك الشيء، هو اللي كتلقى في الجنة. إذن هذه هي الثقافة ديال ولاد القحاب، وحنا صدقنا ولاد القحاب. حنا هاد الفعل ديالنا اللي كندير ولاد القحاب. مجتمع ذكوري ولاد القحبة. علاش؟ حيت مشى تبع الفكر ديال شي ناس لا ثقافة لهم ولا أخلاق لهم ولا فكرة لهم. فاش كتقول لي واحد المجتمع النمط ديال العيش دياله هو قتل الإنسان، يعني ما يمكنش يعيش إلا ما قتلش الإنسان. لحقاش بطبيعة الحال خصك تقتله، ما يمكنش تمشي شي واحد تاخذ ليه حفنة من التراب ديالو بلا ما يهجم عليك ويقتلك. إذا أنت كتعيش على القتل. الثقافة ديال ولاد القحاب، هاد الثقافة هادي ما كتبنيش عليها مجتمع، ما كتبنيش بها علاقة بين الرجل والمرأة، ما كتبنيش بها بين علاقة بين الزوجين والأطفال ديالهم، وما كتبنيش بها علاقة ديال الأسرة مع المجتمع. هاد الفكر هذا كيتلاح للزبالة. هاد بحال هاد الفكر ما كيعترفش به التاريخ. حنا تبنيناه كفلسفة ديال الحياة لا قيمة لها. أهم حاجة في الإنسان هو الفكر دياله. إحنا الفكر ديالنا مشينا الحتالة، مشينا النفايا، المزبلة، الفكر الإنساني هو قريش. بغيتي تلقى مزبلة الفكر الإنساني شيل وغادي تلقى واحد الإنسان كيشبه البيئة اللي كيعيش بها. غادي تلقاه إنسان فقير فكريا. خذوا المايكل إخوانا، شكرا وسمحوا لي. إلى شكرا.